من البلاتينوم. طبعا عندكم الباترول في فئات الاكس اي والاس اي وفيه تيتانيوم وفيه البلاتينوم 1 وفيه البلاتينوم 2. البلاتينوم 1 6 سلندر وال2 ال400. طبعا انا تكلمت عن الفئات بشكل مختصر، لكن هي فعليا اسمها بلاتينوم سيتي 1 وبلاتينوم سيتي 2، وفي هذا التيتانيوم الاس اي، وفي تيتانيوم اللي هو ستريت لكن ما يجينا. هذا طبعا التيتانيوم يجي 6 سلندر، ما هو مثل اول كانوا يجيبونه 400 حصان، الان لا صار يجي 6 سلندر. طيب قبل كل شيء وقبل لا نبدا المواصفات، ابي اوريكم الفرق من ناحيه الداخليه على التيتانيوم وعلى الاس اي. طبعا الاس اي خارجي نفسه نفس التيتانيوم، يجي ازياق على الابواب، الاس اي بدون ازياق على الابواب. من ناحيه الداخليه خلونا اوريكم الداخليه، هذا عندكم الاس اي، يجي داخليه قماش وبدون شاشات، شاشات الراس. هذه داخليه الاس اي بدون ذاكره الحفاظيات المقاعد، وهذا التيتانيوم. طبعا كلها مكاين الستة سلندر اللي هي 4 لتر بقوة 276 حصان. أما بالنسبة للجير فالجير بيكون 7 سرعات، السيارة دفع رباعي مستمر وفيها دبل خفيف ودبل ثقيل، والأوتو الأوتو اللي هو دبل مستمر. طبعا كلها يجيكم الشبك كروم، 4 حساسات أمامية، الإضاءات تكون فل LED من الإكس إي إلى البلاتينوم، كلها الإضاءات فل LED. أبي أشغلكم الآن الإضاءات الخارجية تشوفون شكلها. هذا عندكم إضاءات الموتر زي ما تشوفون، إضاءات فل LED، عندكم 4 حساسات أمامية والشبك كروم، وهذه الإشارة زي ما تشوفون. عندكم الجنط مقاس 18، أزياق كروم، إشارة على المراية، عندكم الإشارة تقدر تقفلها أوتو أو كهرب. الموديلات اللي قبل 2019 وتحت ما كنت تقدر تقفلها أوتو. دخول ذكي على باب السواق والراكب، مقابض الأبواب كروم، سلة عفش. الاس اي يجي بدون سلة عفش، وهذا الموتر من الخلف، اشارات تسلسلية، الاضاءات فول ال اي دي مع لمبات ضباب، 4 حساسات خلفية، كاميرتين خلفية. عندكم هنا كاميرا وهنا برضو كاميرا. طبعا الشنطة الخلفية كهرب على كل فئات الباترول الا الاكس اي ما يجي شنطة كهرب. عندكم هنا صف المراتب الخلفية كهرب، وتقفلها كهرب، تفتح وتقفل كهرب، و 120 واط. هنا في مساحات تخزين، شنطة مثل ما قلنا لكم كهرب. طبعا الشنطة الكهرب على التيتانيوم وعلى الاس اي. هذه بطاقة صرفية الوقود، اللتر الواحد يمشيك 8.6. هذه داخلية الموتر ولون التخشيب، ومثل ما قلنا لكم التيتانيوم يتميز بالشاشات، والداخلية تجي جلد بس بدون تطريز البلاتينوم، البلاتينوم يجي فيه تطريز، هذه بدون تطريز. طبعا لون الجلد الجديد اللي هو لون الجي تي ار اللي نزل على العشرين عشرين وطالع. في تكاية بحملات اكواب، عندكم هنا التحكم بالتكييف الخلفي، منفذين USB تشارج، والتحكم بالصوتيات، وتحت عندكم عد منافذ الشاشة HDMI ومنفذ 12 فولت. وفي تقدر تفتح الثلاجة من هنا، هذه أفضل ميزة للباترول. هذا عندكم الموتر من الامام، النوافذ مثل ما قلنا لكم فل اوتو، سنتر لوك للنوافذ، سنتر لوك للابواب، صفط المرايات كهرباء او اوتو، عندكم تحكم بالمرايات اكيد كهرباء. هذه درجه لون التخشيب، عندكم اضاءه باترول، شعار باترول على عتبه الابواب مضيء بالكرامه، مرتبه السواق كهربائيه مع 10 وضعيات مختلفه. عندكم هنا تفتح الشنطه الخلفيه كهرباء، تتحكم بالتكييف الخلفي، تطفيه من هنا وتشغله من هنا. وعندكم اللي هي تحذيرات السيارة، السيارة فيها نقاط عمياء وتحديد المسار، وفيها الرادار الأمامي.
وهذا تطفي كهرباء الشنطة الخلفية وتتحكم بارتفاع وانخفاض الإنارات الأمامية. طيب الآن خلونا نركب ونوريكم سيارة من الداخل، بس قبل لا نركب الدركسون هنا يدوي. هذا عندكم زي ما تشوفون دركسون الموتر والعدادات، طبعا العدادات شرحتها لكم أكثر من مرة على الباترول، تقدر تتحكم فيها وتتحكم بالمعلومات اللي تظهر عليها. هنا عندكم أزرار التحكم بعدد الرحلات الوسطي والصوتيات والأوامر الصوتية والبلوتوث اللي على السيارة، مع زر مثبت السرعة والرادار، وهذا اللي هو مستشعرات أو أنظمة مساعدة السائق. من هنا تشوفون تولع فوق، طبعا عندكم الشاشة فيها أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. هنا تطلع الخرائط وبرضه تطلع شاشة الأبل كار بلاي، وهنا تتحكم بإعدادات السيارة من ناحية التكييف الأوديو. هنا عندكم نظام الختم الصوتي، نظام بوز، نظام فاخر. المراية فيها الكاميرا الخامسة بس ما تبان الآن، تشوفون الكاميرا ما هي باينة، قاعدة تقوى زيادة، قاعدة تضبط على إعداداتها، تقدر ترفع وتنزل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندكم هذه الشاشة مثل ما قلنا لكم فيها الأبل كار بلاي، وهذه تتحكم بإعدادات السيارة. نوريكم الكاميرا الخلفية ودرجة وضوحها، هذه الكاميرا الخلفية ودرجة وضوحها. عندكم التحكم بالتكييف للسواق والراكب مستقل مع التحكم بالصوتية. هنا عندكم منفذ 120 واط شاحن الوايرلس، منفذ تايب سي ويو اس بي، وعندكم غير الموتر فيه تبترونيك. مساحات تخزين، حاملات اكواب، درجة لون التخشيب، الماوس للتحكم بالشاشة، فرار الدبل، عندكم اربع وضعيات قيادة على الاسفلت والحجري والثلجي والرملي، وهذا الدفلوك والتراكشن، نظام نزول من المنحدرات. عندكم الثلاجة، عندكم هذه إضاءة السقف الليدي بيت للنظارة، فتحة سقف. طبعا الارباقات داير مدار داخل السيارة، سمعكم صوت البوري، هذا صوت البوري. طبعا نبي نعطيكم لمحة أخيرة على السيارة من جهة الراكب، بس هذا عندكم مفتاح الموترين الاس اي والتيتانيوم كلها واحد، فيها تشغيل عن بعد، قفل فتح وتفتح الشنطة وزر التحذير. طبعا وكذا نقدر نقول انه وصلنا لنهاية تقطيع